من خلال هذه الفقرة سيداتي وسادتي اللي بزاف ديال الناس كينتظروها بشغف، معنا الحادقة سيدة لطيفة الطبيلي على أمواج الإذاعة الوطنية. مرحبا بك على أمواج اللقاء المفتوح لالا لطيفة. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. مرحبا بك الناس ديال مراكش. الله يحفظك لالا، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. ما عرفتش شنو غتقترحيه علينا اليوم، مجموعة نصائح اللي تسهل علينا الحياة اليومية. ياك كاين نصائح وكاين أطباق صيفية. شوف غير باش نبداو، باش ما بغيتي اللي جا من عندك على الراس والعين. واخا واخا لالا، غادي نبداو بشي شوية النصائح، نديرو شوية هكا. يلا على بركة الله. وقبل الله يجازيك بخير، قبل ما نبدا التدخل ديالي بغيت واحد التحية حارة. الله يجازيك بخير. الله يبارك. الأستاذ الجليل سيد محمد أحليلي وجميع افراد جمعيات متقاعدي التعليم بجهات مراكش اسفي وجميع المستمعين الكرام. تحيه. نتمنى تكونوا يكونوا في الاستماع. اي لا لا، في الاستماع ولينا ومن خلال كل المتقاعدين. الله يحفظك. مرحبا. الله يحفظك. وراه هذاك هو لاج دور كيف تيقولوا. وي لان راه كاين كيقول لك الحياه راه كتوقف، الحياه كتبدا من بعد 60 عام. والله الا عرفتي واللي كيكون ذكي هو اللي كيبرمج. يعني كل الاعمار بيد الله وكل شيء بيد الله، ولكن اللي كتخطط شي شويه وكتهيئ بنادم باش ينتقل من مرحله لمرحله، ما كيحسش باللي راه كاين مشكل ولا ولا هو راه ما بقاش صالح. لان احيانا الا كنتي خدام كتسالي خدمتك كتقول صافي راني ساليت ما بقيتش غنعطي، الحياه عاد كتبدا. الا عندك شي حاجه ما درتيهاش في 60 عام ممكن ديرها في من بعد 60. تبارك الله. طول العمر. طول العمر. تحيدي المسؤوليه ديال الاسره وداك الشيء عندك، ساعات تفرغي نفسك. هذا هو. سيب نفسك. وكاين راه بزاف ديال النماذج هنا في الحقيقه اللي نجحوا من بعد 60 عام. إيه الحمد لله. تحنا مع هاد الجمعيه راه تنسافروا تنقراو تنفيدوا بعضياتنا تنجتمعوا، كاين تواصل زعما دائم بيناتنا، داكشي عظيم. تنحييهم زعما واحد التحيه حاره. الحمد لله ان النظره تبدلت بلادنا، ولينا كنفكروا باللي راه كل سن خصو يتعاش كيف ما هو بما له هو ما عليه. الحمد لله وشكرا لله. الله يعطيك الصحة لطيفة. الله يبارك فيك. فيها الدين، فيها الثقافة، فيها المتعة، فيها الترفيه، فيها كل شيء. من كل فن بتعرف. والله إذا تكون قدوة لجميع الجمعيات. اسميت الجمعية عندكم؟ جمعيات متقاعد التعليم بجهات مراكش مراكش أسفي. تبارك الله. وفيها غير الأساتذة تبارك الله، يعني راه ماشي أي واحد. أساتذة جامعيين، مفتشين، معلمين، جميع الفئات العمرية وجميع الفئات ديال التعليم كاينة حاضرة. تبارك الله عليكم. تمديو الكتاتيب الحمد لله كاينين، كل شيء حاضر وكل شيء تنتكاملوا بعضياتنا زعما نستافدوا من بعضياتنا وتنديروا خرجات كننشطوا كنضحكوا زعما داكشي هائل. راه كي ندوزنا مع الاستاذ الحليمي راه لا تقدر بثمن. تبارك الله. منتقد بين الودان هذا نداء، راه منتقد بين الودان، راه حنا انبهرنا بهذاك المناظر الخلابه اللي كاينه. صحه والراحه. صحه والراحه. شكرا اختي جزيلا. شكرا. الله يجزيك الخير. وكنتمنى من هذا المنبر بان المتقاعد ما ييأسش. لا للياس، لا للياس. باش نتغلبوا على الامراض ديال الكبر كي كنقولوا، لان كاين شي امراض كتجي كطرقنا ولا بد. باش نتغلبوا عليها هو اننا نتحايلوا عليها بهذا الشيء باللقاءات، نتواصلوا مع الناس. ما يسدش الواحد على راسه. لا لا نهائيا. ما تسدش على راسك وتقول انا ساليت. فعلا فعلا. كاين اللي كيبدا يقول راني صافي كبرت الدراري ما بقاتش عندي مهمه، صافي راه خدموا، صافي رانا شرفت ما بقاوش باغييني في الخدمه. اسيدي شوف شنو غير بين قوسين استاذه، بين قوسين شتي هذوك اللي كيقريونا اللغات وكيقريونا الانفورماتيك، راه اساتذه متقاعدين. تبارك الله. مازال تدينا نعطيو. والله الا كيجيو يخدموا بالمجان وكيعلموا الاخوان الانفورماتيك، تيعلموهم اللغات، تيعلموهم الاعمال اليدويه، اللي عرف شي حاجه كيديرها الحمد لله. وكاين دابا جبتي حتى نقطه اخرى. دابا حنا راه هذا موضوع حتى هو راه فيه الحداقه. هي كان لطيف. اي والله راه فيه الحداقه. حداقه بشكل اخر. هذه الحداقه الذهنيه هذه اللي ذكي. جبتي موضوع ايضا ديال التطوع، اللي حنا الثقافه ديال التطوع في بلادنا شي شويه ناقصه. حنا ما حوجنا نسمعوا فحال هذه الجمعيه وجمعيات اخرى، على اساس ان اللي قاد يعطي شي حاجه ماشي ضروري تعطي فلوس ولا تعطي شي حاجه ماديه. انت قلتي هما كيقريو بوالو الناس الاخرين متطوعين، هو اللي تبارك الله عليهم. اللي خليه قاعد في البيت تيجي كيعطي الناس الاخرين اللي ما عندوش. صلى على النبي عليكم. الله يوفق. الله يبارك فيك. الله يوفق. الله يبارك فيك. نرجع للموضوع. يا الله. الحداقه. الحداقه ديال ياك ديال الكوزينه وديال الدار. كل شيء مزيان. كل شيء زين. كل شيء زين. كل شيء ما حد انسان عايش راه هو المهم في جميع الميادين. الحمد لله. تفضلي. يلا انا نبداو بشي شويه النصائح ونرجعوا كي قلنا الاطباق. غادي نبداو لالا بالنصيحه الاولى، هي الجلبانه.
الجبانه الا بغيتيها تبقى لك في اللون الخضر بحال دابا انوغ دوف ولا الطاجين الا بغيتي تخضري بها في الطاجين كتبان اللون ديالها دابل. المهم هو انك تسلقيها غير شويه الماء شويه الماء ومباشره ملي كتبان لك تخليها تطيب هزيها مباشره الماء بارد يكون شي قريعه ديال الثلاجه حطها غير تصفيها من الماء ديالها فاش طابت ومباشره تكبي على داك الماء بارد كتبقى في اللون ديالها خضر رائع. روعه. النصيحه الثانيه كاينه لاله دابا كنحتاجو دائما في السمك ولا في العصير ولا شي حاجه كنحتاجو عصير الحمص ولكن دابا في هذا الموسم ديال الصيف تيغلى في واحد الشكل خيالي فهم. انا والله الا درت يدي على الحامضه الا قال لي مول الحامض 50 ريال انا بغيت غير حامضه نقديها شي 50 ريال الحامضه وحده وي كتوقع لان ماشي وقت دابا الحوامض ماشي وقت الحامض وقتهم هي شهر 10 11 12 في الشتوى ملي كتبدا الشتوى اييه ولكن ضروري كتحتاجيه في الصيف ضروري تحتاجيه على الحامض فعلا اييه انا نفس اللي عندي هو انك الا لقيت غادي يكون الحامض رخيص غادي تجيب واحد الكميه شويه كثيره وغادي تعصريه مزيان عطيه واحد الوقيته تعصريه وامري في هذوك لي كوب ديال الكونجيلاتور اييه كتنفع هاد الطريقه جمديه في لي كوب في لي كوب فين ما بغيتي كوب ولا جوج كتجبديهم تقدي بهم الغرض في الحوت ولا في عصير ولا في المهم عندك الحامض شحال المده اللي قد يبقى في الفريكو هذا والله لا يقدر يبقى حتى 9 شهور حتى 8 شهور ما فيه حتى مشكل مزيان مزيان بنفس المذاق بنفس الشكل غير شتي تنسجي به كاع غير الماء ما تديرو في الماء تديرو في اي حاجه داك الكوب داك الكوب هزيو نحيف سميتو في الماء تيولي الماء رائع مزيان هذه فكره ايضا زيدوها نمشيو النصيحه المواليه كاين لك الكسا هي كاين الثالثه كاين الكسا كنطيبو بالبسطيله في الطاوط ديال البسطيله اللي تيكون فيهم ديك الحاشيه كبيره يعني كيضطري انك تقلبي البسطيله اييه وفيها عذاب تقدر تطيح لك تشتت تقدر تحرقك تقدر معقول كاين اللي ما عندوش تجربه راه ما يعرفش يقلبها في صعيبه صعيبه ثقيله عامره بزاف كتجي ثقيله عامره كي قلتي تتغلبك كون نيت واحد التقنيه باش تشديها من جوج جوايع وبالفوطه وكذا وكذا دابا الامر سهل الحمد لله انا شريت واحد الطواس دوك اللي كيتحلوا لا ماشي تيتحلوا لا لا هذوك ما فيهمش الكبار لا هذوك زين يكون كانوا كبار كون ريت انا هذه فاش فكرت والله الا كون هي كان شي انسان يدير لنا هذوك الطواط هكاك تيتحلوا من الجنب يجوا هائلين لا انا دابا غير شريت من السوق واحد الطوا كبيره وغادي يبقاو الناس يقلبوا عليها في السوق والحاشيه ديالها شي شويه مبومبيون صغيورة وحتى واحد البومباج في الجناب هكا داير بها يعني معلياش معلياش كيف فيك طيب البسطيله بلا ما تقلبيها وكتسلتيها في الطبسيل ملي كطيب كتشعري على الفران من الفوق ومن التحت كطيب من الفوق ومن التحت وكتجيبيه الطبسيل وكتسلتيها بكا كي تنقولوا حنا كتخشي كاع الطبسيله كتحت منها وتجريها بشويه يعني تجري هذيك الطاوة وهي كتسلت لك في الطبسيل بسهوله هذيك الساعه كدير لها الديكور ما كاين لا ولا شريوها الطاوات لا لا زوينين والله الا زوينين الحاجه اللي غتنفع علاش لا وما غاليينش راه يمكن شي 25 درهم ماشي شي حاجه كبيره ما جربتها جاتني ديال الالمنيوم ياك ماعرفتش الماده واش الالمنيوم ولا ما عرفتش المهم بيضين والله ما عرفتش الالمنيوم ولا برونز ولا المعدن ما عرفتش بالضبط المهم ديال داك الشيء بحال داك الشيء كنبيعوا اللي تيشريو ديال الليمون في الحلوه اييه مزيان غتكون مفيده وفي نفس الوقت ما حدنا ما كاينين في البسطيله كاين بحال ديك البسطيله كنبداو نديرو ما بين الدجاج واللوز مثلا كنعزلو انا الطريقه التقليديه المحضه كاين تيتعزل اللوز بوحدو وكيتعزل الدجاج بوحدو اما دابا راه ولاو تيهرسوا الشيء اللي كنعرفوا لان كديري طبقات الله يعطيك الصحة، هذيك التقليدية راه كان الدجاج بوحدو واللوز بوحدو. معقولة. وباش إيه وباش نفرقهم كنفرقهم بشي وريقات ديال البسطيلة. أييه. وأنا واحد الفكرة كانت جاتني ودرتها وجاتني رائعة هو أنني قرمشت هذوك الوريقات باش بغيت نفرق. تقليهم في الزيت ولا في الفران؟ اللي بغيت يا إما ترشيهم بشوية الزيت وتدخليهم الفران، يا إما إلا عندك شي مقلة كبيرة ديري فيها تاهي الزيت تدخليهم وهزيهم يتصفاو، هزيهم حطيهم شي كسكاس يتسقطو مزيان. كيولي بحال شتي ميلفوي ديك القناطه ديال ميلفوي هكاك تيولي ملي غتجي الوسط غتجي لذيذه كاع غتجي واعره تجي هائله كتجي تشرب ديك المذاق ديال اللوز والمذاق ديال الدجاج تجي هائله وكديرها هي باش كتقسمي الطبقات اييه ملي كتلحقها كتلقاي شي حاجه مخرمشه ما كتعرفها كاع شنو هي والله ما كتعرفها شنو هي مع اللوز وهذا غتجي غزاله الله يبارك فيك وهادشي كي قلنا بالنسبه لحنا خصنا على البسطيله نمشيو دابا للنظافه أيوة. عندنا لي تواليت دوك لي تواليت الروميين
وكاين داك الصابون اللي كيتباع في لي غون سيرفاس كيكون معلق في لي طواليت كي في ماس جبتي لاشوس كيدير الصابون ولكن ما تيكونش في المتناول ديال الجميع. ماشي ماشي زعما رخيص باش نقولوا راه كلشي غادي يقدر يشري. اي هي معقول حنا بغينا نسهلوا دابا الامور. اي جاتني واحد الحيله درتها دابا في الدار فين ما مشيت كندير على عند ولادي والان مزيان ما مشيت كنديرها. يلاه استنى كناخذ قريعه صغيره ديال الماء دوك القريعه الصغيره ديال ربع لتر وكتكبوا في هذاك السائل ديال الماعن اللي معطر بالحامض او لا بالخزامه او لا شوفي حسب اللي بغيتي. كتعمري هذيك القرعه هكاك وكتاخذي القطيب وكتقبي ديك القريعه تتسخني القطيب وتتقبي القريعه واحد التقيبه من الفوق وتقيبه من التحت صغير وغريب. يعني من القاع ديالها فلاشاص وهذيك القرعه كتبلا فيها فلاشاص وتسدي لاشاص. فين ما جبتي لاشاص كينزل الماء برائحه بريحه لي طواليت وتتبقى لي طواليت دائما بريحه معطره وديزانفكتي وسهل سهله ما غتحتاج شي حاجه ما عرفتش شنو وكتدي تقريبا فوق من شهر وهذيك القرعه شهرين نيت شهرين وديك القرعه تقرا فين كديريها لطيفه ديال القرعه ديك القرعه كديرها في وسط لاشاص وتسدي عليها لا غير التقيبه اللي كتقبي القرعه فين قرعه وحده كتكون في البوشون هاكاك البوشون البوشون وتقيبه صغير ورا من التحت ما يكونش كبار قاع ديالها غير صغيرين صافي مزيان وهو بعدا كنحطوها انا هذا متكنسين لا الواحد الفيزيك اذا تقبتي غير تقبه وحده راه ما ياخذ ديك السائل لا عرفت ضروري خاصك ها فين كينفعوا الاساتذه ياك لا لا برافو عليك اذا ما كان جوج تقيبات ما غاديش يخرج لان خص الهواء اللي غيدفع ذاك الهواء اللي كينفع على السائل باش يخرج في لاشاط عاد تيخرج للطواليت حاجتك وتتبقى والله الا تبقى الطواليت درتها عند وليداتي درتها عند حبابي داك الشيء لا هذه زوينه هذه جربها الواحد وغير مكلفه كي قلتي تدي وقت والو مكلفه ربع عطر ديال داك السائل كتديري فيه ديك الشهرين تقريبا روعه ندوزو دابا للسمك في المجمد الناس اللي وانا على تجربه الا غسلتيه كيجي ليه المذاق ديالو هو دوك الناس ديال التغذيه قالت بان حتى الا السمك جبتيه ما تغسليش الا كنتي بغيتي تجمديه لان هذيك الملوحه البحر كتحافظ على الطراوه ديالو يقول لك انت عندك لا كنغسلو وننظفو لا 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 ما حافظ ومع شنو سكرو عاد تيمشي لوكو ديالو ردي البال تيولي تيولي مسوس ردي البال الا غسلتي البنت وجمدتي ملي كتجبديه كيولي مسوس شنو نديرو؟ خليه ما تغسليش نهائيا الا كان كاع مثلا فيه شي الا كان مثلا جديد وهذا تجيبي هذاك الصاين ودي غير بونج شودي غير بونج بونج نقي دوزي عليه مزيان صافي وديري في البلاستيك الغذائي وجمديه حتى نبغيوه عادي تطلق ونغسلوه تبغي عاد جمدي عاد ديك الساعه تغسليه خليه حتى ديكونجلا ديك الساعه تقريبا او ساعه الا ربع مي تيديكونجلا ديك الساعه تغسليه عاد غسلوه وراه تقريبا نص غسل راه كيغسل هذيك تيكرطوا بعد هذاك السمك تيكرطوا ولكن اذا كان بغيتي ديري بطريقه افضل وانت انت عند الغايه انك بغيتي تجمدي احسن قول لي خلي لي القصور ديالو يعني غير تنظف البونجا نقيه صافي البونجا حيدي لي داك المسار من داك الشيء اللي في الداخل ديالو بالبونج يعني نحيدو سميتو لا حيديهم يبقى غير هو كي قلتي ديك الجلده ديالته مع وحباده الى بقات ديك القصره كيبقى تلك راه حافظ عليه اكثر مزيان وتحافظ على المذاق ديالو مزيان النصيحه السابعه ولا نشوف الطبق اللي بغيتي مرحبا يلا عرفتي شنو ندير واحد الوقيفه واخا الوقيفه ونرجعوا ناخذوا معك الطبق اليوم دائما مع لطيفه طبيلي الحادقه ديالنا من مدينه مراكش بقوا معنا.